اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من مساء الخير ايها العالم، يوم الاربعاء على الهواء مباشره. في هذه الحلقه سيكون معنا قسمان كالعاده، القسم الاول سياسي حول التراشق بين ايران والسعوديه حول الازمه اليمنيه، اما القسم الثاني فسيكون عن الفنانه التشكيليه المكسيكيه الشهيره فريدا كاهلو، وهذا بمناسبه ظهور صور شخصيه لها في معرض هام في لندن. فاصل ونبدا على الطب. وإلى طائفة من العناوين، حيث أصدرت الشرطة الصومالية قرارا بمنع أفرادها من مضغ مخدر القات أثناء أداء عملهم حسب ما أعلن قائد الشرطة محمد حسن حمود الاثنين الماضي. وأوضح حمود أن مضغ القات أثناء العمل يجعل الناس يرون الإنسان كشخص غير مسؤول، معلنا أن أي شرطي سيضبط وهو يمضغ القات سيواجه محاكمة عسكرية. وعلى الرغم من أن عدد من رجال الشرطة الصوماليين الذين يتعاطون هذا المخدر غير معروف على وجه الدقة، إلا أن هناك مؤشرات على أن تعاطيه منتشر بين أفراد الشرطة والجيش الصومالي. جدير بالذكر أن القات هو عشب شعبي منتشر في القرن الإفريقي وكينيا وشبه الجزيرة العربية، وتشير الأبحاث أنه يتسبب في سلوك مفرط مشابه لآثار حبوب الهلوسة، كذلك يتسبب في أضرار صحية خطيرة مثل زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم والاكتئاب والتهيج والكوابيس وتلف الكبد وتراجع الرغبة الجنسية. وإلى صحيفة الجارديان البريطانية، حيث قالت إن الاتحاد الدولي لكرة القدم الويفا بدأ تحقيقا بعد القبض على فريق إخباري تابع لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في قطر أثناء إعداد تقارير عن محنة العمال المهاجرين الذين يبنون ملاعب كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وقالت الويفا في بيان لها إن أي إشارة تتعلق بتقييد حرية التعبير هي مبعث قلق وسيتم النظر فيها بالجدية التي تستحقها. وكان فريق البي بي سي المكون من 4 أشخاص قد تمت دعوته من جانب مكتب رئيس الوزراء القطري لجولة رسمية في مقرات الإقامة الجديدة لعمال البناء، وهذا كجزء من جهود دعائية في أعقاب الغضب الدولي من الظروف الأشبه بالعبودية للعمال والتي تم الكشف عنها في تحقيق لجريدة الجارديان. لكن على الرغم من التصريح الرسمي لإعداد تقارير في قطر، تم اعتقال الطاقم من قبل قوات الأمن واستجوابه وسجنه لمدة 2 يوم، وذلك قبل أن يتم إطلاق سراحه دون أي اتهامات. بعد قليل التراشق في اليمن. في دائرة جديدة من دوائر التراشق في منطقة الشرق الأوسط، صرح علي أكبر ولاية مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله الخامنئي، صرح من بيروت أن السعودية لا يمكنها استضافة المحادثات بين الفصائل المتحاربة في اليمن لأنها وحسب تعبيره طرف في الصراع الدائر هناك، مؤكدا أن تلك المحادثات يمكن أن تتبناها منظمة دولية كمنظمة الأمم المتحدة بشرط أن تنعقد في بلد محايد تجاه الأزمة اليمنية. وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع دخول سفينتين حربيتين إيرانيتين خليج عدن لمرافقة سفينة المعونة الإنسانية إيران شاهد، والتي من المتوقع وصولها ميناء الحديدة غدا الخميس. على الجانب الآخر، اختتم صباح أمس في العاصمة السعودية الرياض مؤتمر الرياض تحت عنوان من أجل إنقاذ اليمن، وخلاله تم إصدار ما أطلق عليه إعلان الرياض، والذي دعا إلى إطلاق مصالحة وطنية شاملة في البلاد ودعم الشرعية وضرورة استئناف العملية السياسية ومحاسبة قادة التمرد على الشرعية، وذلك عبر مجموعة من المقررات والإجراءات. ابتديه وأعيدي وأعيدي
ملامح جديدة لدولة اتحادية رسمها اليمنيون في ختام أعمال مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية. استئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية استند للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وانطلق من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. تبنى إعلان الرياض رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية والدولية وتعزيز دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي وتحقيق تفاعله الإيجابي مع الأسرة الدولية. إعلان الرياض أكدت بنوده كافة أنها تمثل خيارا وطنيا في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن بشماله وجنوبه، والتي ستقوم عليها العملية الانتقالية وتشكل أساسا لمشروع البناء، كما رفض حكم الميليشيات ومشروع الفوضى وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. المرحلة القادمة وحسب تطلعات المؤتمر تهدف للمحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اليمنية من خلال استعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وإيقاف عدوان قوى التمرد حقنا للدماء والوصول باليمن إلى بر الأمان، بالإضافة إلى تجنيب اليمن أن يكون مقرا لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومصدرا لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها. مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية هو المحطة الرئيسية السياسية الأبرز في مرحلة تاريخية ومفصلية لليمن وشعبه، وخلال 3 أيام ماضية بدأ المؤتمر فرصة سانحة لأبناء اليمن لرسم مستقبل يمن آمن ومستقر يسعى لتحقيق تطلعات أبنائه في وطن مستقل حر وعزيز يضم كل أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث الدكتور أكرم خميس. مساء الخير دكتور. خلينا نبدأ من تصريحات وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري في تصريحات صحفية أكد فيها أن الهدنة انتهت وما فيش أي أمل أن احنا يكون عندنا هدنة إنسانية مرة أخرى، لأن الهدنة الأولانية الهدنة اللي فاتت من 5 أيام اللي كانت مكونة من 5 أيام لم تحقق أهدفها. أولا، هل ده معناه أن احنا هندخل في دائرة حرب طويلة الأمد؟ مش حرب طويلة الأمد، وإنما المسألة اليمنية مسألة ستطول، سواء حرب سواء فوضى أيا كان، هي مسألة مستمرة المدى زمن طويل. مسألة الهدنة الإنسانية وعدم تجديد الهدنة الإنسانية له علاقة بالدرجة الأولى بما قيل على أن الحوثيين استولوا على المساعدات الإنسانية القادمة للمواطنين اليمنيين وجيروها لصالح أنصارهم، زائد أنهم استغلوا فترة الهدنة الإنسانية في نقل أسلحة ومنصات صواريخ إلى قرب الحدود السعودية، فضلا عن أن هم الحوثيين وفق الخطاب السعودي والإعلام السعودي أيضا انتهكوا الهدنة دي بأكثر من عملية قصف على القرى الحدودية السعودية ما تسبب في أضرار كبيرة. الحوثيين من جانبهم بيتكلموا على أنه خلال نفس الفترة بتاع الهدنة تم انتهاكها من قبل القوات السعودية، قوات التحالف العربي من جانب لجان المقاومة الشعبية المناهضة لهم، ومن ثم ثبت انه اقدام على هدنة بدون اشراف قوى خارجية قوية قادرة على فرض هذه الهدنة سيكون من الصعوبة بمكان، لان كل هدنة ستستغل من اجل استعادة القوى للدخول في المعارك مرة اخرى، اللهم الا اذا الحل السياسي اتى بنتيجة، وهذا مستبعد الى حد بعيد. هو طبعا احنا كلامنا في الاساس سياسي، ولكن ايضا في بعد انساني مهم جدا اشار لي برنامج الاغذية العالمي في تقرير مؤخرا من يومين عن انتهاء الهدنة، وانه ما قدروش يوصلوا كل المساعدات للعدد اللي هم مستهدفينه، وانه نص عدد السكان في اليمن يعني تقريبا 10 مليون يمني بيعانوا من الجوع، مش عارفين هيجيب الوجبة التانية منين. يعني الأمم المتحدة تمنت لو تم مد فترة الهدنة الإنسانية، ومنظمات الإغاثة الدولية تمنت نفس التمني، لكن الصراعات السياسية المسلحة لا تعترف بمثل هذه المناشدات أو غيرها، لأنه في الصراع السياسي كل من يكسب أرض يريد أن يحافظ عليها وأن يتوسع بشكل أكبر، باعتبار أنه في طريقه لحسم المعركة ومن ثم تسوية الأمور على معياره أو معياريته الخاصة. أي تأجيل أو أي وقف للمعارك في لحظة من اللحظات قد تحصل للطرف المقبل على خسارة، ومن ثم
كل الاطراف لا تتمنى الهدنه الانسانيه الا اذا صبت في مصالحها هي وليس مصلحه الشعب اليمني. لو حضرتك تلاحظي حتى على مستوى الفضائيات مساله التركيز على المحنه الانسانيه وهي محنه انسانيه عويصه في اليمن وحقيقيه عبر عنها عز الدين الاصبحي وزير حقوق الانسان عندما قال ان اليمن عاد للخلف 100 عام. صحيح. وبالتالي مساله الهدنه الانسانيه مساله ملحه وضروريه، لكن في الصراعات السياسيه لا يتم اللجوء اليها او المناداه بها من قبل اطراف الصراع الا اذا خدمت مصلحتها. فحال ما لا تخدم المصلحه تجد كل القوى المتصارعه لديها رغبه في مواصله القتال كي تحسم المعارك بصرف النظر عن قيمه الانسان كانسان. للاسف الشديد. يعني خلينا ننتقل الى اعلان الرياض. مؤتمر الرياض لانقاذ اليمن انتهى من يومين وخرج مجموعه من البنود المهمه واللي راها المحليين بتعتمد في بنودها الأساسية على شيئين. أولا قرار الأمم المتحدة بخصوص الأزمة اليمنية 2216 وقرار جامعة الدول العربية أو يعني توصية الجامعة العربية بإنشاء قوة عسكرية مشتركة. كيف تقرأ إعلان الرياض؟ يعني يستظل إعلان الرياض بشرعية دولية ممثلة في قرارات مجلس الأمن أو قرار مجلس الأمن والموقف العربي زائد مشاركة أطراف عربية فاعلة كمصر والأردن والمغرب زائد فضلا عن دول الخليج في عملية عاصفة الصحراء وما تلاها من عملية إعادة الأمن. هذا الاستظلال بيتم الاستفادة منه أنه اليمن ولا بد أن نركز في هذا، اليمن هي مجال حيوي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، ومن ثم من مصلحة بلدان الخليج أن يتم الانتهاء وبسرعة من الفوضى القائمة في اليمن وإعادة الدولة اليمنية وإعادة الاستقرار إلى اليمن. في حالة إيران وسأتي عليها حالا، اليمن بالنسبة لإيران هي منطقة نفوذ، منطقة توسع، منطقة ضغط على في قضايا أخرى، ومن ثم مؤتمر الرياض يتم التعامل معه من قبل المشاركين رعاته باعتباره خطوة رئيسية من أجل إعادة الاستقرار في اليمن. لكن عندما ندقق النظر في المشاركين في المؤتمر سنجد أن هناك أطراف مشاركة في القتال في اليمن مستبعدة تماما، هم الحوثيين وأنصار الرئيس علي عبد الله صالح. الفريق الذي شارك هو فريق المنشطين عن علي عبد الله صالح وليس الجسم الرئيسي في التيار، وبالتالي هذه أشبه باجتماع لمنتصرين أو من يتصوروا أنهم منتصرين ويريدون أن يضعوا أيديهم على الأرض بفعل المعارك وما نجم عن المعارك. على أرض الواقع تطبيق ذلك، تطبيق ما جاء في إعلان الرياض يستدعي أولا كيفية التخلص من القوى المناوئة والتي ستظل مناوئة كما هو واضح من تصريحات أخيرة من حوثيين ومن أنصار علي عبد الله صالح. في الحالة حالة مؤتمر الرياض لما حضرتك تتفضل تقري البيان، بيان الرياض أول بند فيه تخلي تام عن علي عبد الله صالح الذي جاملته دول الخليج ورعته وحمته بعد الثورة اليمنية. أول بند هو مقاضاة والتخلص من أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية في اليمن على مدى 30 عاما سبقت الثورة وأدت إليها. في بند آخر الحديث على محاكمة كل من تسبب في الفوضى القائمة الآن من لديه ميليشيات عسكرية، واضح تماما أن هذا الفريق الذي اجتمع خاصة قادة الجيش. نعم على تنوع هذا الخليط الذي شارك في مؤتمر الرياض كله ذاهب الى التخلص من علي عبد الله صالح والحوثيين. اذا نجحوا في ذلك سيكون مؤتمر الرياض كما قد نجح، اذا لم ينجحوا فانت امام معضله كبيره. اعتقد انه التصريح وزير الخارجيه الايراني يرتبط، هنرجع له حالا لكن بعد هذا الفصل. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، اسمحوا لي ان ارحب مجددا بضيف في الاستوديو الكاتب والباحث الدكتور اكرم خميس. اهلا بك دكتور اكرم. احنا وقفنا عند تصريحات وزير الخارجيه الايراني اللي كان بيعلق فيها على ما حدث في السعوديه ومؤتمر الرياض. هو الحاصل يا استاذ حليمه الاتي، انه في مماثله ذهنيه وسياسيه وتاريخيه ما بين ما يحدث في اليمن وما حدث في لبنان في الثمانينيات، ان مجرد انعقاد مؤتمر يجمع كل الاطراف او الفاعلين في العمليه العسكريه على طاوله سياسيه معناها ان نصل الى توافق يؤدي الى قيام دوله بشكل او باخر بتقاسمات معينه. في الحاله اليمنيه الوضع صعب لانه في لبنان هي اديان في البدايه ثم طوائف ومذاهب الى اخره، وبالتالي من السهل ان
تأتي من كل طائفة بممثل يستطيع أن يضع توقيع وتلتزم بقية الطائفة باعتبارات مكانته الداخلية. اسمح لي بس أفكر مشاهدينا مش متابعينا من شوية أنه إحنا بنتكلم عن تصريحات وزير خارجية إيران اللي قال فيها أنه مؤتمر السعودية أو دعوة السعودية لحل الأزمة اليمنية دعوة غير ممكنة ومش هيكون لها أي أثر لأنه السعودية طرف في الصراع، وبيقترح أن يكون في منظمة دولية تدعو جميع الأطراف لحل الأزمة أو التباحث لحل الأزمة وتكون في بلد محايد. فدكتور أكرم بيعلق على ده. ففي هذه المماثلة في الحالة اللبنانية كان يكفي لكل طائفة أن يمثلها شخص معين ذو قيمة معينة ذو قيمة داخل هذه الطائفة كي تلتزم كل الطائفة بما تم التوافق عليه، وتأتي قوى إقليمية ممثلة في سوريا في الحالة اللبنانية تأتي بقوتها العسكرية لتفرض تفاصيل هذا الاتفاق على الجميع حتى لو بقسوة وسطوة معينة، لكن في الآخر السوريين تمكنوا من إلزام اللبنانيين بحالة من الاستقرار والتعايش التي استمرت مدى زمن معين. صحيح هو تعايش هش لكنه استمر. في الحالة اليمنية الوضع مختلف. في الوضع في اليمن حتى وإن كان الحوثيين يمثلوا شكل من أشكال الطائفية والمذهبية إلى آخره، لكن في الأخير اليمن لا يقسم بهذا الشكل. اليمن يقسم إلى حراك جنوبي، إلى أحزاب حوار مشترك، إلى أحزاب إخوان مسلمين وغيره، وبالتالي هناك مدخل آخر كان يمكن التعامل معه مع الحالة اليمنية فيه. مسألة أن يتوافق مثلا الإسلاميون مع الحراك الجنوبي على صيغة معينة لن تكفي، لأن هناك مكونات أخرى في الساحة اليمنية. أعتقد أن اجتماع الرياض على أهميته وعلى تأثيره المؤكد في المشهد اليمني، لكن أن نقصه بعض الأشياء التي تأتي بالتوافق الكامل داخل الساحة اليمنية. صحيح تم دعوة الحوثيين ورفضوا، صحيح أنه في ممثلين تابعين لحزب علي عبدالله صالح حتى انشقوا عليه، لكن مؤتمر الرياض يعني كان يحتاج أبعاد أخرى كي يكون ملزما للجميع، خصوصا أنه بيان الرياض البيان النهائي لهذا المؤتمر لم يقدم آلية حقيقية. هو تكلم على إعادة الشرعية، تكلم على إعادة تفعيل المؤسسات، إعادة قوات الأمن، إعادة الاستقرار، كلها عناوين عامة لا توجد لها تفاصيل. فيه التزام على دول الخليج وعلى جامعة الدول العربية، لكن هذا الالتزام إجرائيا غير واضح بالدرجة الكافية التي تطمئن من يقدم على الدخول في هذه المصالحة على أن هناك أمل في الخروج من الوضع القائم. الوضع القائم أكثر تعقيدا من مؤتمر سياسي حتى لو جمع كل الفرقاء، لأن هناك حالة من السيولة في اليمن المهولة. ما يقول وزير الخارجية الإيراني على ما فيه من صحة نسبية، لكن إيران نفسها تمارس نوع من الازدواجية الغريبة، لأنه في العراق على سبيل المثال هناك أزمة حد طبعا. الإيرانيون أول من يرفض إخضاعها المنظمات الدولية لأن هناك مصلحة طائفية لإيران داخل العراق. أكيد. سوريا فيها أزمة حادة، إيران تقف موقف معادي تماما وترى أن ما يحدث في سوريا شأن داخلي، ومن ثم نحن أمام صراع سياسي واقع الحال يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى المثل والقيم والمبادئ العالمية والإنسانية من أجل القفز على المشهد السياسي وإفساد أي خطوة للأمام. مؤتمر الرياض فيه خطوات للأمام، صحيح خطوات غير مكتملة، وإيران تريد إفساد هذه الخطوات بالدعوة لإشراك منظمات دولية. إذا اشتركت منظمات دولية معناها أن يبدأ اليمنيون من الصفر مرة أخرى وأن يدور الجميع في دوامة. أنا تقديري أن إيران تسعى ليس إلى حل الأزمة اليمنية ولا إلى إشراك منظمات دولية، وإنما إلى إدخال المنطقة في دوامة، منطقة الخليج في دوامة في اليمن، كي تنهيها عن تطورات في مناطق أخرى، خصوصا الإلهاء في اليمن يؤدي إلى تخفيف الضغط على النظام السوري باعتبارات أن دول الخليج هي التي تتزعم المشهد في مقاومة سوريا. كويس. الأمر الثاني إلهاها عن مسألة الملف النووي الإيراني الذي أخذ خطوات طيبة بالنسبة لإيران للأمام. صحيح. خلينا نعود مرة أخرى لبنود مؤتمر الرياض. من أحد البنود اللي نص عليها مؤتمر الرياض أنه سيتم استخدام كافة الأدوات، الأدوات العسكرية، الأدوات السياسية، بهدف قمع قوات التمرد وبهدف القضاء على الانقلاب وعودة الشرعية مرة أخرى. هل هذه البنود تعطي غطاء شرعيا لقوات، غطاء قانونيا لقوات التحالف الدولي؟
تعطي غطاء لاكثر من قوات التحالف، لان هناك حديث على تشكيل قوة عربيه تتواجد في الداخل اليمني وتماثل كما قلت قبل قليل القوى السوريه التي تواجدت في لبنان في مرحله من المراحل. لكن قبل ذلك يتحدث اعلان الرياض عن ايجاد منطقه امنه للسلطه اليمنيه كي تمارس سلطتها من داخلها. يعني نحن نتحدث عن سلطه يمنيه خارج البلد، ومن ثم هي مرحله لاحقه مساله استخدام كل الادوات والوسائل الى اخره. اولا يتم إعادة السلطة اليمنية إلى الداخل اليمني، أن يكون لها قدرة على ممارسة اختصاصاتها وسلطاتها، أن يتم الاستفتاء على الدستور كلها. لو تلاحظ حضرتك كلها إجراءات صعبة على أرض الواقع، يعني كيف سيتم إجراء استفتاء في الوقت الراهن في اليمن في ظل هذا الوضع؟ أعتقد المسألة صعبة. كيف ستمارس السلطة اختصاصاتها في الداخل اليمني في ظل هذه الأوضاع؟ أعتقد الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في فكرة التعايش داخل اليمن، في فكرة المكونات اليمنية المختلفة، أن يكون هناك منطلق جديد لدى اليمنيين للتعايش وإقامة دولتهم على أسس أكثر عمقا مما يحدث الآن. الآن الذي يحدث أن كل طرف يسعى للحصول في هذا الظرف الملتبس الشائك على بعض الغنائم. بعض الغنائم قد تكون في فكرة الدولة الاتحادية، بعض الغنائم قد تكون في توزيع السلطة بين المشاركين في هذا الحوار، بعض الغنائم قد تكون في إبعاد الحوثيين نهائيا عن المشاركة السياسية. فكرة الغنائم في هذه اللحظة معناها مد أجل الأزمة وتزويد الأزمة بوقود جديد سيزيدها اشتعالا في الفترة القادمة. عايزة أسمع تعليق حضرتك فيما يحدث الآن من تراشق ما بين إيران والسعودية على خلفية كل طبعا الاحداث الساخنه، مؤتمر الرياض وغيره، واخر الاشياء سفينه ايران شاهد اللي قالت ايران انها تبعث بمساعدات انسانيه الى اليمنيين، وتعتبرها السعوديه رساله استفزاز خاصه بعد ما حدث في ميناء هرمز من يومين لما وقفت السلطات الايرانيه احدى السفن واستولت عليها، وقيل انه بسبب سداد ديون، واطلقت سفارات تحذيريه، سفارات انذار تحذيريه ضد سفينه تحمل علم سنغافوره. يعني كل هذه المشاهد التفصيلية هل تقرأها أنها تراشق متبادل، أم أن طرفا يريد جر الطرف الآخر إلى صراع أقوى وأشد؟ نعم، في أحد الجوانب السعودية حققت انتصار مهول على إيران في اليمن، يعني أن تتمكن من فرض حظر على سماء اليمن وحصار على شواطئ اليمن، ولا تستطيع السفن ولا المساعدات الإيرانية أن تصل إلى هذه المنطقة، هذا انتصار مؤكد. أن تقود تحالف عربي يضم بلدان عربية ثقيلة في المنطقة وتحقق من خلاله الأهداف الحيوية لك انتصار كبير على إيران بالنسبة للسعودية. لكن في الجانب الآخر اليمن هي مجال حيوي بالنسبة للسعودية، فلا بد أن تفعل ذلك في حين أنها منطقة نفوذ لا أكثر بالنسبة للإيرانيين. إيران بكل تصرفاتها تريد أن تقول للسعودية ولكل بلدان المنطقة نحن هنا ولسنا بعيدين عن هذا الصراع. الأمر الثاني أنه كلما هدأت الأمور سنشعلها، لأنه هناك هدف استراتيجي بالنسبة للإيرانيين أن تدوم هذه المسألة، أن يدوم الانشغال، أن تدوم الدوامة من أجل أن ينشغل الخليجيون والمنطقة العربية بالوضع في اليمن. يعني الإيرانيين ليسوا أقرب للحوثيين، إذا أخذنا المذهب الشيعي، ليسوا أقرب للحوثيين من السنة، ومن ثم لن تنتصر إيران للحوثيين كما يتصور البعض الانتصار المذهب العقائدي إلى آخره. أمال إيه الهدف العميق لإيران من وراء هذا؟ أنا تقديري أن إيران تلعب لعبة، يعني هي اعتادت عليها أن تشغل الآخرين بصراعات بعيدة نسبيا عن مناطق مجالها الحيوي. مجالها الحيوي هو العراق وسوريا في الوقت الراهن، في حين أن اليمن ليست مجال حيوي، هي منطقة نفوذ. منطقة النفوذ هذه يمكن أن تضحي ببعض الأشياء لكن لا تضحي بمصالحها كلها في المنطقة. إيران لن تشارك في حرب في اليمن مهما حدث في اليمن، لكن في الحالة العراقية تشارك، في الحالة السورية يمكن أن تشارك. الأهم من كل ده أن إيران لا تريد أن تتخلى عن البرنامج النووي والخطوات التي قطعتها في البرنامج النووي. لابد أن نتذكر أنه مؤتمر الرياض تم بعد لقاء عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع قادة دول الخليج في البيت الأبيض بأيام قليلة، ومن ثم هناك توافق بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من الخطوط والخطوات التي يتم تنفيذها. مسألة البرنامج النووي الإيراني هو أساس حركة السياسة الإيرانية في الوقت الراهن. لن يضيع الإيرانيون ما حققوه في المجال النووي من أجل الحوثيين، رغم التباعد اللي بين إيران والحوثيين من الناحية العقائدية حتى. بالنسبة للسعودية مسألة اليمن مسألة استراتيجية،
لا فصال فيها، ومن ثم يريد الإيرانيون أن تنغمس السعودية أكثر فأكثر في هذا الصراع، تريد أن تجرها إلى صراعات صغيرة مثل ما يحدث على شريط الحدود السعودي، وهي في نفس الآن لا تتدخل كدولة إيران، إنما تتدخل بالأتباع والأنصار. الهدف الأساس هو إشغال المنطقة بصراع آخر غير الصراع المحوري الذي يعني يهدد دول الخليج، وهو امتلاك إيران سلاح نووي. جميل. عايزة يعني قبل ما ينتهي وقتنا، عايزة حضرتك تكلمنا في نقطتين مهمين جدا. مؤتمر رياض طلع ببنود مهمة جدا كان عنوانها الرئيسي بناء أو إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية. يعني كلمة الاتحادية هنا غير مفهومة، وازاي نفهمها ونقرأها ضمن تصريحات الرئيس اليمني عبد ربه انه سينادي وسيحاول بكل ما اوتي من قوة ان يجعل من وثيقة الرياض وثيقة دولية يضغط بها دولية. كيف نقرأ هذين العناوين؟ حضرتك كان في حوار تم في اليمن منذ ما بعد الثورة اليمنية، حوار امتد سنوات وكان تحت رعاية الرئيس عبد الرب منصور هادي تحديدا. هذا الحوار انتهى إلى مجموعة من التوافقات، منها فكرة إقامة دولة اتحادية تتكون من ستة أقاليم، كل إقليم فيها يتمتع بسلطات تشبه سلطات الدولة، اللهم إلا في السلطات السيادية كالأمن والمالية والسياسة الخارجية إلى آخره. وقد أعطى هذا التوجه ارتياحا في أوساط محددة داخل اليمن، أوساط ترى في الوضع الاتحادي ما يزيع عنها كاهل الأعباء اليمنية الكبرى، ما يحقق لها مطالبها، خصوصا الحراك الجنوبي في اليمن وإن كان يطالب باستقلال تام. قوى أخرى، الحوثيين كانت مشكلتهم في هذا أن الأقاليم لم تعطيهم إقليم، وإنما أتبعتهم بإقليم العاصمة صنعاء ذات الأغلبية السنية، وهذا بالنسبة لهم مرفوض. ومن ثم قامت المناوشات فالمعارك فالحرب القائمة الآن. فكرة الأقاليم هي التي يبنى عليها الآن لإقامة دولة اتحادية، فكرة مرضية لجميع الأطراف التي جلست حول الطاولة، فكرة يمكن البناء عليها، ويمكن لأطراف محددة داخل هذا التشكيل القائم الآن أن تحارب من أجلها باعتبارها هدف يؤدي إلى أهداف أخرى، منها الانفصال مستقبلا وإعادة دولة الجنوب على سبيل المثال. صحيح. أحد التسريبات تتحدث عن توافق لعودة الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض إلى صدارة المشهد اليمني، هو مجموعة الحزب الاشتراكي التي تم إبعاثها، في خطابات صادرة عن مسؤولين يمنيين تمدح علي سالم البيض الذي كان موضع للهجاء لسنوات طويلة. هناك إلحاء على يعني عبقرية علي سالم البيض وإدراكه المبكر للمخاطر التي أحاطت باليمن. أعتقد أن هذا تمهيد لعودة التيار الانفصالي في اليمن الجنوبي لتبوء صدارة الدولة الاتحادية، تمهيدا لعملية يعني فصل أكثر من ذلك في المستقبل. في حال حدوث ذلك، مسألة إقرار الدستور للأقاليم الاتحادية سيمنح الأقاليم حق تقرير المصير فيما بعد، وهو ده أظن المخرج الذي يراه الجنوبيون من الأزمة الحالية. هذا المخرج مريح لأطراف كتير. بالنسبة لمسألة تحويل وثيقة الرياض إلى وثيقة دولية، أظن بالشرعية التي يمتلكها الرئيس عبد الرب منصور هادي بالعلاقات الدولية والعربية التي يملكها، أعتقد أنه قادر على ذلك إذا تم توجيهها للمتحدة ومجلس الأمن وتم اعتمادها بمظلة دولية قادرة على تفعيلها على أرض الواقع. وإن بقيت فكرة مؤتمر جنيف فكرة تقود اليمن إلى مسألة الدوامة كما هو الحال في سوريا، نتمنى أن لا تستمر على الأقل هذه الدوامة. دكتور أكرم خميس الكاتب والباحث، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وعلى وجودك معنا في الاستوديو. مشاهدينا بعد الفاصل، فريدا كالهو وهي فنانة تشكيلية مكسيكية هامة ومهمة جدا في تاريخ الفن، بعد الفاصل نتحدث عن سيرتها. اسمع ونزل على موبايلك أغاني ورنات ألبوم الأخوان جويلي الجديد، اتصل من أي محمول على 1424 أو من أي خط أرضي على 0900-94-34. ظلة شجر من حر نار، أنا لقيتك بتاخدني عيني وتشد أواك، جديد صغير جوا حرق قالوا لسه
البحر انا فيك بالايام وبالليالي رب طه والمسيح احموا مصر يا مصري. اغاني في حب مصر على 1438 و0994-938. ما صدقنا بقينا حرار، ما تشمتوش فينا العدا. انت مصري ومصري هي اللي عايشة وبقالي. شدة وحتزول يا بلدي وان شاء الله تزول، ومهما هيجرى يا ما دقت عرس طول. شدة وحتزول يا بلدي. احنا انا عارف انها زادت عن 90 مليون. كتر الاطفال اللي بتعمل زيادة سكانية. لا معرفش. مش في بلدنا هنا، على مستوى الجمهورية التكدس ده. في الستينات مثلا كان تعداد السكان في مصر 26 مليون. فاحنا بنتضاعف بزياده غير عاديه. ابني مثلا دلوقتي في مدرسه حكوميه، الفصل فعلا فيه 70 طفل. الاستاذ هيعلم مين ولا مين، او هيخلي باله من مين ولا مين في الفصل؟ اسيب نفسي كده اخلف 7-8 واقعد بقى حاطط ايدي على صدري واعمل مشاكل مع اولادي، ولا لما اخلف 2 واقدر اصرف عليهم واظبط نفسي؟ من زمان اكتر من 100 سنه الشارع كان 4 متر، وهو لحد الان برضه 4 متر ما زادش. نروح المستشفيات تلاقيها مليانه خالص. حتى على الاقل خالص نقضي على ظاهره اولاد الشوارع. اسمها القنبله السكانيه لان احنا مواردنا واحده. بقول لهم اكتر من 3 أو 2 ما تزودوش. حقك تختار ومسؤوليتك القرار. الخلفه مسؤوليه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وإلى طائفة أخرى من العناوين كبداية لهذا القسم. اضطرت الحكومة البريطانية لنشر نصوص ل 27 رسالة بعث بها ولي العهد الأمير تشارلز إلى وزراء في الحكومة خلال عامين 2004 و2005. كانت صحيفة الجارديان قد طلبت الاطلاع على المراسلات في عام 2005، ولكن الحكومات المتعاقبة رفضت الطلب، بينما قضت المحكمة العليا في مارس الماضي بعدم قانونية قرار منع النشر الذي سبق وأصدره وزير العدل البريطاني. يذكر أنه بموجب الدستور البريطاني غير المكتوب ينبغي على الملك رأس الدولة أن يتوخى الحياد من الناحية السياسية، الأمر الذي جعل وزراء الحكومات المتعاقبة يخشون من أن نشر رسائل تشارلز والتي أطلق عليها مذكرات العنكبوت الأسود قد يؤدي إلى الإضرار بموقف ولي العهد البريطاني. أفادت دراسة حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا بأن بلغاريا هي الدولة الأقل تكلفة للأيدي العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ متوسط تكلفة اليد العاملة في الساعة 3.8 يورو، تلتها رومانيا بمتوسط 4.8 يورو للساعة، وهو أقل بخمسة أضعاف عن المتوسط الأوروبي الذي يصل إلى 24.4 يورو للساعة. وفي المقابل احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي كأعلى معدل لتكلفة الأيدي العاملة، حيث بلغ 42 يورو في الساعة بزيادة 9 أضعاف عن رومانيا، فيما جاءت بلجيكا في المرتبة الثانية ب 41.1 يورو للساعة، ثم السويد ب 40.2 يورو في الساعة، واحتلت ألمانيا المرتبة الثامنة ب 31.8 يورو للساعة. شاهدينا بعد قليل فريدة كالو أيقونة الفن والأمن.
هناك نوع من الحزن في مقتنياتها، ربما كان الحزن عينه الذي تركته خلفهن النساء اللواتي قتلن في هيروشيما. هكذا صرح المصور الياباني الذي صور متعلقات فريدا كالو في لندن، حيث ظهرت هذه المتعلقات أخيرا بعد غياب 50 عاما. أغلق عليها البيت الأزرق الذي عاشت فيه فريدا مع زوجها دييغو رافيرا. فريدا كالو الفنانة المكسيكية أيقونة الفن التي اختبرت الألم وصارعته، فقدمت عبر سنوات عمرها القصير ذلك الإبداع الكاشف للذات الإنسانية الباحثة عن تجربة جمال مغامر وقاسي ورؤية تبصرها القلوب ربما قبل العيون. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى سيرة ذاتية غاية في التعقيد وغاية في الجمال والروعة، لأنها أنتجت أعمالا فنية في منتهى الجمال يعشقها الفنانون قبل المتلقين العاديين. اسمحوا لي أن أرحب بالفنان التشكيلي المعروف الأستاذ محمد عبلة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. يعني أعتقد أنه وجود مقتنيات فريدا كالو في لندن والكشف عنها بعد 50 سنة من وجودها في غرفة في البيت الأزرق اللي كانت بتعيش فيه، حدث في حد ذاته في الحياة الفنية يحقنا أن احنا نستخدم ونجعله مبررة للحديث عن فريدا كالو. كيف ترى تجربتها الإنسانية المعجونة بالألم؟ وطبعا الكشف أو إزاحة بقى الستار عن هذه المقتنيات كان في الناس منتظره، لان فريدا كالو فنانه مش عاديه، واكيد الجزء الشخصي في حياتها مهم جدا للي بيدرسوا اعمالها، لان اعمال فريدا كالو جميله وموحيه، والنقاد كان بيحتاروا في تصنيفها هي السرياليه ولا تعبيريه، وهي كانت بتنفي عن نفسها ان هي سرياليه، كانت تقول ده الواقع. فالمقتنيات الشخصية بالنسبة لواحدة زي فريدا كالو حاجة مهمة جدا، وأكيد المقتنيات الشخصية دي هتبقى هدوم وصور وأدوات ومذكرات غير المذكرات اللي موجودة، لأن في مذكرات هي كتبتها بإيديها ورسمت حاجة جميلة جدا، فأكيد المتلاحقات الشخصية والكتابات البسيطة والحاجات الملاحظات اللي هي ديت هتبقى مفيده جدا للدراسه. أكيد. وتستحق الاهتمام طبعا. اكيد احنا ما عندناش طبعا للاسف لسه صور عن المعرض ده اللي فيه مقتنيات فريدا كالو، ولكن اكيد هتكون ماده ثريه جدا بعد كده للتقارير الصحفيه والبرامج المتخصصه عن الفن. لكن خلينا نسال حضرتك استاذ محمد عن حياه فريدا اللي بدات بالالم، هي اصيبت بشلل الاطفال وهي طفله. أيوة. والامر اللي جعل ليها ساق نحيفه انحف من الساق أخرى، فكانت بتحس بالخجل طبعا كأي فتاة في العمر ده، وكانت بتلبس يعني جوارب صوفية كثيرة عشان تعوض هذه النحافة عن الساق الأخرى. تجربة تانية تعرضت ليها في منتهى الألم وهي في بداية شبابها عندها 18 سنة، تعرضت لحادث سيارة مع الأتوبيس اللي كانت بتركبه، وحصل لها 3 إصابات قوية جدا في العمود الفقري، اضطرت أن هي تنام لفترات طويلة في الفراش، لكن أمها ابتكرت حل ملهم أنها تحط لها مراية في سقف أوضتها
فمن هنا من المراية بدأت فريدة تكتشف انه لا جواها طاقة جديدة وطلبت من امها ورق والوان عشان تبدأ حياتها مع الرسم. سؤالي لحضرتك اولا، هل الطريق المؤلم او الخبرة المؤلمة دايما بتكون مصحوبة بفن مبدع او فن ملهم ملوش مثيل؟ طبعا ده حسب الطاقة والشخصية بتاعت الانسان اللي بتعرض لظرف مؤلم. هي فريدة واضح ان هي كانت قوية جدا، انسانة كانت قوية، هي كانت بتدرس حاجة غير الفن خلاص، كانت بتدرس طب اصلا، لكن هي كانت بتحب الفن، واعتقد ان هي كانت لها محاولات في الرسم، ده واضح. والتجربة المرض زادتها قوة، يعني هي كانت حتى وقبل ما تصاب بالحادثة اللي هي أقعدتها يعني في الفراش الفترة الطويلة، هي كانت بتلبس شرابات عشان رجلها تدخن ما تبقاش رفيعة أكتر من التانية، وكانت منطلقة في الحياة، وكانت إنسانة ما يعني مرحة ومتطلعة، وكانت لها اهتمامات سياسية مبكرة كمان، فهي إنسانة قوية. فتيجي تجربة ألم هي بتستثمرها وما بتضعفش قدامها، واعتقد طبعا ده بيدينا اجابه قد ايه الفن مهم وقد ايه الفن ممكن ينقذ حياه الناس. يعني الفن فعلا في حاله زي فريده كارلو، هي واحده هتنام على ظهرها في اكتر من سنه على السرير، ممكن اي انسان تاني هيبقى مكتئب وهيسبب الالم للي حواليه، ولكن هي حولت ده لشيء جميل جدا، ان كل العيله كانت دائما كل يوم مره واثنين وثلاثه يمروا على فريده يشوف رسمت ايه النهارده، والجيران والناس والناس اللي بيفهموا في الرسم كانوا بييجوا، فهي حولت هذا المرض الى شيء ايجابي جدا. اي من الاشياء المميزه كمان في اعمال فريده كارلو الالوان، الوان صاخبه، الوان مبهجه، الوان دافئه، على عكس يمكن معاناتها هي شخصيه او الانطباع اللي ممكن تسيبه فينا كاشخاص عن حياتها اللي كانت فيها بعض المشاكل. هل ده اسقاط ولا نوع من انواع التعويض النفسي، ولا ده اصلا بيعكس تركيبتها الشخصيه؟ هو بيعكس تركيبتها الشخصيه وبيعكس المجتمع كمان، لان هي مكسيكيه وعاشت حياتها في المكسيك اللي هي بتشتهر بالالوان والمزيكا والصخب والمهرجانات اللي بتتعمل بكل مناسبه او غير صحيح. مناسبه، فهو دي عالم، يعني المكسيك هو عالم من الالوان والموسيقى والحركه والايقاعات، فهي الوانها مكسيكيه جدا، واعتقد كمان ان هي كانت بتحاول فعلا تأكد يعني هذه القوة والطاقة من خلال اللون. يعني هي فريدة هي في النهاية هي امرأة معتزة بكونها امرأة وبتاخد حقها بدراعها في كل حياتها، وما بتسيبش نفسها صريعة لأي، لأن فريدة عاشت معظم حياتها مريضة، يعني إذا كان شلل الأطفال أو حادثة ظهرها أو التهاب الرئة والحد اللي هي ماتت بيه. فهي عاشت حياتها كلها في ولكن في العمر القصير ده، كان 47 سنة تقريبا، 47 سنة، انتجت كم رائع وكبير جدا من الأعمال. يعني لما نيجي نقارن، الواحدة قضت معظم حياتها على السرير انتجت كل ده، فهي ده إثبات ان هي كانت شخصية قوية وكانت فعلا بتستخدم الفن في التعبير عن ذاتها. استاذ محمد، يعني لو بصينا لوحات فريده، طبعا هي رسمت موضوعات موتيفات كتيره جدا، لكن هي نفسها كانت موضوع كبير، جزء كبير من اللوحات والاعمال دي، هي كبورتريه، هي كوش، هي كخلفيه، هي كاي شيء، وكانت دايما بترسم وشها عابس الى حد ما. هل ده ليه دلاله؟ لا، يعني هو طبعا هي يعني خدت الحياه بجد رغم هذه الالام. هي كانت بترى، يعني حتى النقاد لما كانوا بيبصوا على شغلها يقولوا السريالي،
هي كانت بتقول لا ده واقعي، يعني انا برسم الواقع، لان هي فعلا رسمت حياتها، يعني هي رسمت وشها، رسمت جسمها، رسمت لوحة شهيرة هي وديجو ريفيرا، رسمت الأجهزة الطبية المحاليل اللي محطوطة في جسمها، رسمت جسمها هو مفتوح وأجزاء بطنها طالعة بره، رسمت يعني، فهي عاشت لكي تحكي حياتها بالفن، يعني هي رسمت نفسها. ما أعتقدش إن هي كان في حياتها ابتسامات كتيرة، لان اذا كان خرجت يعني السياسه طبعا كانت جو مؤلم في الفتره ديت، هي توفت سنه 54 يعني بعد قريب قوي بعد الحرب العالميه الثانيه ما خلصت، فالسياسه كانت كلها بتموج بالاحداث، جوزها ومتعبه هو كان يعني دائم الخيانه لها، و فصلوا فترة طويلة عشان هو خانها فطلبت الطلاق وانفصلوا ورجعوا لبعض تاني. وكانت بتقول رأيها في الدنيا بالفن بالرسم. بالظبط، ده كانت وسيلتها في التعبير. طبعا ما ينفعش نتكلم عن فريدا كالو من غير دييجو ريفيرا، زوجها وزي ما هي بتقول زوجها وحبيبها وعاشقها وخائنها للأبد. هي كانت بتوصفه كده، الخائن للأبد. علاقة جدلية ومثيرة جدا، سواء لدارسي السيرة الذاتية للفنانين أو حتى للبشر العاديين. إزاي حضرتك بتشوف هذه العلاقة، خاصة ان هي انتجت كمان مجموعه ثريه جدا من الاعمال خاصه في حياه فريدا كالو، وكمان اعمال مشتركه بينهم زي العمل الكبير اللي هم ايوه رسموه مع بعض. يعني هي يعني طبعا ان واحده زي فريدة اللي ما درستش فن، اللي هي بنت صغيره اللي بتقابل ريفيرا، اللي هو ريفيرا اللي كان استاذ ومشهور وشخصيه قويه جدا، وبنت اصغر منه بحاجه 20 سنه 22 سنة أو 25 سنة. فهو كان بالنسبة لها حاجة كبيرة. وأعتقد إن هو كمان لما شاف شغلها، لما كانت بتقول ما كانش مهتم بيه، وهو كان دايما يعني مع عنده وجهة نظر في الرسوم اللي كان بينتقدها بشكل دائم على الأقل في الأول. وهو كمان ما كانش بيعتقد إن في، هو كان معتز بنفسه جدا. هو كفنان مهم جدا، لأن هو فعلا روح المكسيك. يعني في الفترة دي، الفترة اللي عاشها، هو كان بيمثل روح المكسيك، وكان هو بيعبر عن التحولات السياسية والاجتماعية اللي حصلت في المكسيك، فهو كان حاجة كبيرة جدا. وكان هو فنه من خارجه على عكسها هي. يعني هو كان بيعمل فن للناس، وفن جداري، وبتحط في قاعات كبيرة وفي الشوارع وكده، وهي كانت بتعمل العكس، هي كانت بتعبر عن ذاتها. فكان في تناقض شديد جدا بين أسلوبها ورؤيتها للفن وأسلوبه ورؤيته. لكن هو أعتقد وإن لم يظهر هذا كثيرا في حياتها يعني، لكن هو كان مقدر موهبتها. واعتقد ان كمان بعد طول العشر، ان مثلا المقتنيات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، هو كان حريص على ان ما تتفتحش الحاجات دي الا بعد وفاته هو. صحيح. 15 سنه. 15 دي كانت وصيته. كانت وصيته، لان هو اعتقد ان هو كان عارف ان 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 دي الحاجات ديت هتبين مين فريدة كالو. واعتقد ان دي برضو كانت احد المشاكل بينهم. ان هو ده شيء ايجابي ولا سلبي بالنسبه له؟ لا هو كان سلبي، لان هو فعلا ما كانش، هو كان معتز بنفسه، كان شايف نفسه جدا، يعني كان بيغار منها. طبعا. طبعا يعني واذا وجودها اللي جوارها يعني اختصم شويه من شهرتها. طبعا هي فريدة بدأت تظهر للوجود بعد وفاته ووفاتها. يعني صحيح. يعني فريدة بدأت تسترد يعني قيمتها من 30 سنة مثلا. مش أكتر من كده يعني. فوجودها جنب هذا النجم الكبير طبعا كان بيعطل، وحياته كمان كانت بتعطل الكشف كتير من أسرار شغلها. يعني هي يعني فريدة دلوقتي طبعا بقت حاجة مهمة جدا، صورة فريدة بقت مشهورة جدا، تقصت شعرها لكل الناس بتقلدها، ألوانها اللي بتلبسها الناس بتقلدها، بقى في حاجة كده أيقونة مهمة جدا عند الشباب،
بقت حاجة مهمة جدا أكيد، وخاصة يمكن بعد ما اتحولت سيرة حياتها لفيلم سينمائي أمريكي، وقامت بيه البطلة الشهيرة سلمى حايك في إجادة رائعة للفيلم وحمل الفيلم اسم فريدة. لكن عايز أسأل حضرتك عن فريدة سياسيا، يعني هل كان انتمائها للحزب الشيوعي وحماسها للفكر الشيوعي تروتسكي في الفترة دي جزء حجب عنها قدر كبير من الشهرة؟ اكيد اكيد، لان السياسه بتتدخل في حاجات كتير، وخصوصا شهره الفنانين عامه. لما يعني لو قلنا يعني الشهره بتمر من خلال امريكا عامه يعني، ففريدة ما كانتش بتمر من خلال امريكا، وخصوصا في الفتره السابقه يعني لما فكره محاربه الشيوعيه وكده، فكان دايما مقفول على فريدة، لان هيتتبع الكلام عن فريدة هيتتبع الكلام عن الشيوعيه وعن التروتسكيه والاشتراكيه وكده، فده امريكا ما كانوش طبعا اكيد بيرحبوا بده، ولذلك يعني ما حصلش معرض لفريدة في امريكا في طوال الفترات. اول معرض عمل لشغلها بشكل عالمي كان في باريس، ما كانش في امريكا. الوقت طبعا هي رغم كل هذا الحصار ففريدة بتغزو امريكا، في امريكا طبعا فريدة في كل حتة يعني، بتغزو اوروبا وبتغزو العالم كله بالظبط، حتى يعني امريكا بالذات اللي كانت منع يعني ان هي تمر. فهي انا ما اعتقدش ان هي فريدة كانت سياسية بالمعنى ده، لكن هي كانت موجودة في البيئة دي يعني. ريفيرا هو اللي كان له انتماءات سياسية اكتر منها، لكن هي كانت موجودة في البيئة دي. وبعدين ايامها ما كانش فيه التروتسكية، كان فيه التروتسكي كفيجر، وكانت الناس بتتكلم عنه ومناوئ لستالين، وهرب من ستالين راح وجاء المكسيك وعاش عندهم في البيت وكده. انا اعتقد ان الفنان ما يقدرش يندمج او في السياسة لدرجة انه يبقى حزبي وفي تفاصيل الصراع السياسي، ولكن هي فريدة كانت في المناخ ده، المناخ المعادل للرأسمالية والمعادل الامبريالية والافكار الشيوعية والاممية بتاعة تروتسكي وكده. فهم المجموعة دي مع ريفيرا مع المثقفين بتوع الفترة دي هم ده كان الوجهة يعني. سيد محمد، بعض النقاد الفنيين شافوا ان فريدة كالو خرجت عن كل المدارس الفنية المتعارف عليها في الوقت ده، واوجدت لنفسها مدرسة او اطار خاص بفريدة كالو لوحدها. هل الكلام ده علميا صحيح؟ هو مش علميا صحيح كمدرسة يعني بالمعنى ده، لان هي فيها خصوصية، لأن هي فنانة بيعبر عن ذاتها، هي بيعبر عن نفسها، بيعبر عن فريدة كالو يعني، كل تفاصيل أعمالها هي تفاصيل حياتها، ففي خصوصية كده شئنا أم أبينا. لكن كستايل طريقتها في الرسم وكده لا، ما هيش ابتكرت حاجة جديدة، لكن هو الابتكار في الموضوع أن يكون الفن وكأنه يوميات، يكون الاعمال الفنيه وكانها يوم ده. لكن هي في الستايل والطريقه في ديت بتشترك مع ناس كتير، وبتشترك مع ناس كتير في امريكا اللاتينيه بالذات يعني، النوعيه دي من الشغل. لكن ما حدش عمل الخصوصيه ديت ولا بالقوه ديت زي فريد. وبعدين هو دايما السيره الذاتيه بتاعت الفنان بتبقى عامل مضاف لقيمه اعماله وقيمه فنه. ولما يكون الفنان فعلا صادق في ان اعماله بتعبر عنه، فبتزيد الايمج بتاع فكره عملها يعني. جميل. يعني في النهايه بعد خروج فريدة كالو وعملها الى النور، ومعرفه الناس كلها في كل انحاء العالم بسيرتها وبفنها، كيف ترى اليوم حجم الشهره اللي اتمنح؟ هل منحت الشهره اكثر لسيره فريدة كالو ام لاعمالها الفنيه؟ هو طبعا سيرتها اقوى من اعمالها يعني، في رايي الشخصي يعني سيرتها اقوى من اعمالها، ولكن هنا الاعمال بتكتسب بريق، لازم تكتسب هذا البريق، لان يعني لو ما نقدرش نفصل يعني، هي عملت حل سحري جدا ان ما نقدرش نفصل يعني. دلوقتي لو جبنا ناقد محايد مش عاوز يسمع قصه حياتها وهيبص على الاعمال، هيبقى دايما في شيء ناقص، لان في اسئله في الاعمال اكتر من الاجابات يعني. تبص على الشغل
طول الوقت بتسيرك، طب تقصد ايه بدا، طب تقصد ايه بدا، بتقصد ايه بدا، طب ده كان معناه ايه. فهي دائما اعمالها فيها اسئله كتير، فمش هنقدر نفصل ابدا بين اعمالها وحياتها، يعني حتى لو احنا يعني اجتهدنا باننا نكون محايدين، لكن حياتها طبعا قوتها وجمالها هي زادت من قيمه الاعمال اكيد، لانه في النهايه هم الاثنين مرتبطين ببعض وبيخدموا على بعض. اذا كانت الاعمال متميزه فلانه حياتها كمان ما كانتش عاديه، حتى لو كانت دائما وابدا كانت مليئه بالالم، ولكن ده لا ينفصل عن نتاجها الفني اكيد زي ما حضرتك قلت. فنان التشكيلي المعروف الاستاذ محمد عبله، اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في الاستوديو، واكيد الفن دايما بيدينا امل لبكره وامل انه كل معاناه وليها فايده، كل معاناه وليها نتيجه، خاصه اذا كانت معاناه من نوع خاص، معاناه فنان او اديب، زي ما ربط البعض بين فريدا كالو وكافكا مثلا في معاناه كليهما وفي نتاجهما الادبي والفني الشهير واللي حصل على تميز وحصل على اهتمام في العالم كله. اكيد سيره لا تنتهي فريدا كالو، لكن في النهايه وقتنا انتهى، واسمحوا لي اشكر حضراتكم في الاول على حسن المتابعه، واشكر زملائي داخل وخارج الاستوديو على راسهم وائل الجندي مخرج البرنامج، وامان مصطفى معدة هذا البرنامج، اما انا حليمه خطاب فهذه تحياتي.